واللي عنده ذرة غيرة يتكلم. لا يجوز، هاي انتخابات غير صحيحة، مكان غير صحيح، فوضى مضطربة، لا يجوز. واعلنوا عن الناس اللي انسحبوا، أنا واحدة من الذين انسحبوا وسلمت تقريري رسميا للسيد القاضي. انتخابات من أساسها سووها بهذا النادي النفطي غلط. يعني اكو مسرح وطني تابع هو خاص للفنانين، يفتر هسه انا اعطيتهم مقترح، قلت لهم اعطيكم قاعه ميديا منصور اخذكم اياها مجانا انزين، وهم احتراما للفنان انزين. اكو ناس يعني ما اعرف من جايين، مقداد عبد الرضا اللي الدول العربيه ياخذون تعظيم سلام انزين، احنا صغار نتمنى نباوع يعني نوصل له، يجي واحد جاهل يقول له انت منو؟ وهو جاي ينتخب، ماكو ايش مهزله. هاي الإدارة، مو الإدارة الجديدة الجاية هسه قاعد تسلم النقابة، الإدارة السابقة هي فاشلة وفشلها هذا باعه، إذا تدير كامرتك هاي فشلها. بس ما يسقطوها، الانتخابات تصير غصبا عليهم وتصير إدارة جديدة. الانتخابات تجرى في هذا اليوم، هو بمناسبة عرس انتخابي للفنانين جميعا، بس ما يأسفنا أن الحضور هو حقيقة رائع لكن القاعة ضيقة، ومع الأسف ما كانوا الفنانين متعاونين بهذا الموضوع، في حين انتخبنا بالانتخابات كافة الوسطى والجنوبية والشمالية كان من أبدع ما يكون الانتخابات. يعني نتمنى من أخوتنا الفنانين أن يعيشون هاي الفرحة الكبيرة، ونتمنى من الأعضاء المجلس الجديد أن يبدون بداية حقيقية لإنقاذ والدفاع عن مظلومية الفنان في هذا الوقت. يعني صراحة أكو ظلم وحيف كبير على الفنان من ناحية المعيشية ومن ناحية عمل دراما ضئيل جدا. يعني الفنان اللي ما عنده راتب وين يروح؟ لا منحة لا شغل موجود، مع الأسف الشديد. يعني احتفال جميل وكرنفال جميل أن يلتقي الفنانين لاختيار هيئة إدارية جديدة للنقابة اللي راح تتحمل مسؤوليتها في المرحلة القادمة. نعرف كلنا العراق بحاجة إلى موقف جميل من الفنانين، إلى دعم لصمود أبناء شعبنا وجيشنا وقواتنا في معركتهم ضد داعش وضد كافة القوى اللي تستهدف سيادة العراق وثقافته وكرامته وحضارته وتاريخه. هذا اليوم أنت شايف إيش قد الناس جاية بأعداد كبيرة، بالمئات إذا قلت لك بالآلاف يمكن، كل هاي لإحساسهم بمدى مسؤولية الفنان في هذا الزمن لقول كلمته، كلمة اللي تعبر عن هذا النزيف اللي يعانيه هذا الشعب. هذا أنا أعتقد هذه الهيئة الإدارية الجديدة أمامها معطيات وأمامها آفاق وأمامها برامج جديدة حتتحرك آلية العمل الفني في العراق اللي إحنا بحاجة. تعرف أنت نمر بظروف مو سهلة، بحاجة إلى مسلسلات، بحاجة إلى برامج إذاعية تلفزيونية، بحاجة إلى معارض تشكيلية، بحاجة إلى أفلام سينمائية. المجتمع المصلي هذا المجتمع العريق اللي كان السبب في أن يتعرف العراق على المسرح والسبب في أن يتعرف على أشكال فنية وكبيرة، فأنا أعتقد الآن مسؤوليته أن ينظم نفسه ويقدم فن بتفاؤل، فن بثقة. جرت قبل أيام انتخابات نقابة الفنانين العراقيين في المحافظات في الموصل والبصرة وكربلاء وديالة وواسط وبابل وكركوك، وسارت بشكل شفاف ومهني، ولجنة الانتخابات لم تدخر جهدا في سبيل تنظيم هذه الانتخابات بشكل جيد. واليوم نحن هنا في بغداد لكي يدلي الفنانون بأصواتهم لاختيار نقيب جديد ومجلس نقابة جديد، كي نستطيع أن نفعل عمل هذه المؤسسة المغيب دورها منذ 2003 ولحد الآن.
نحن في قائمة التغيير، أنا ومجموعتي من الفنانين من مختلف التخصصات، مؤمنين بالعمل المهني والكفاءة وأن نكون أصحاب مشروع في سبيل تحقيق نهضة مهمة وجيدة للفنان العراقي.